وش تحبين تسوين في الإجازة دايم؟ دايم بس طول عم مع صديقاتي، استكشف مكان أماكن أسافر فيها. أنا واكل وأشرب وأصلي، أسافر يمكن دايم ألعب بلايستيشن، ألعب سوني، أروح موسم رياض أتمشى هناك، أركب ألعاب تركيبات عشان أطور عقلي، حبسة وتاج وألعاب كثير. والله أنا أحب الرياضة وبقضي الإجازة الحمد لله بالرياضة كذا والكورة. شوف يعني عائلة، ولا أروح أماكن مع أخوياي. وش دائما تسوين في الإجازة؟ أرسم وأحب السباحة، أقرأ كثير لأسجل في تحدي القراءة العربية. وش ناوية تسوين في الإجازة؟ أحفظ جزئين قرآن، كل إجازة لازم أحفظ جزئين قرآن. أتعلم البرمجة. إذا كنت تريد أن تجتهد فعليك الاستعانة بالله ثم الثقة بالنفس، فهذا سوف يحقق لك كل ما تريده بإذن الله. وأشكر وزارة التعليم إن خلت أسبوعين ده أسبوع عشان نرتاح شوي أكثر ونستمتع فيها. إلى اللقاء.